السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الجميع يكون بخير. لأول مرة بنعمل معاكم لايف على الهواء مباشرة، وده لتحقيق هدف مهم جدا، هو انه يبقى فيه تبادل افكار، مش بس احنا اللي بنلقي بل نتلقى ايضا. يعني اذا في اي معلومة، في مشاركة، في تحليل، اهلا وسهلا بيكم. طبعا نتشرف بيكم، وفي نفس الوقت لو في اي اسئله طبعا سواء انا او الاستاذ محمد الفكهاني ان شاء الله نقدر نجاوب عليها ونوفيكم كل اللي انتم عايزينه واللي محتاجينه. بدايه احنا عملنا الحلقه دي عشان ايه يا استاذ محمد؟ عشان نلبي رغبه احد الطلبات. ايوه، كان يعني اخونا انا بس وهو للاسف مش حاضر دلوقتي. هو اصله عايش في باريس. والنهارده هو عنده موعد مع الطبيب في نفس التوقيت ان احنا هنبث فيه. هو هيكون مع الطبيب. هو قال ان شاء الله بالليل لما يرجع هيتابع معاه. المهم الموضوع كان عشان اغنيه ست الحبايب يا حنانة ننة. ايوه، سيد الحبايب يا حنانة ننة. اغنيه ست الحبايب طبعا غنيه عن التعريف. ومش انا ولا الاستاذ محمد ولا اي حد هيتكلم يعني عنها. هي طبعا كلنا هي بتتكلم عن نفسها. كلنا عارفينها كويس جدا. مفيش عيد ام في تاريخ 21 مارس الا لازم تذاع هذه الاغنيه. 21 مارس ده بيبقى شهر مارس كله بيعملوا كده. بيبقى استعدادات نفسيه في الاسر العربيه كلها. طبعا ان ده شهر الام معروف كده، او شهر الاسره يعني. بالظبط. يعني ف ان شاء الله هناخد بس النبذه عن الحدث. اللي اتولدت فيه الأغنية دي. نعم. يقال انه حسين السيد طبعا كاتب الكلمات المعروف. كان ليلة 21 اللي هو تاريخ 20 مارس بالليل. وهو طبعا ساكن جنب والدته. فتذكر ان هو ما عايز يروح يقول لها كل سنة وانت طيبة يعني. فنزل عشان يروح، اكتشف ان هو ما جابش معاه هديه. الله. فزعل من نفسه وقال لا، لازم ايه، لازم هديه. نعم. لازم اقدم لامي هديه. فقال هكتب لها كلمتين يبقى هم دول طالعين من قلبي. الله. وهي هتحس بيهم. احلى هديه والله. وفعلا كتب كلمات اباء والام الحبايب ما تنتظروش الهديه العينيه. وهو بالمناسبه كان دايما حسين السيد يقال ان هو كان دايما يناليها بست الحبايب. الله. ما كانش بيقول لها يا ماما او يا امي. ناس تقول يا ست الكل، ناس يا ست يعني. هي دي مقوله حسين السيد بشكل عام يعني. فراح كاتب لها ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي. يا حنينه وكل الطيبه يا ربي يخليكي يا امي. وبدا يكتب فراح قدمها لها. ففرحت قوي بيها والدته. وعلى فكره سبب وجود الاغنيه دي على ان احنا وصلت لنا وان هي اتذاعت ام حسين السيد. هي اللي قالت له الاغنيه دي لازم تبقى اغنيه. الكلمات دي لازم تتحول لاغنيه. اتصل بعبد الوهاب. وفعلا في نفس الليله اتصل بعبد الوهاب. عبد الوهاب سمع الكلمات قال له تجيلي دلوقتي حالا. الله. راح له. على ما راح عبد الوهاب كان حط اللحن واتصل بفايزه احمد. قال لها تعالي احفظي. واتذاعت اغنيه ست الحبايب صباح 21 مارس في الاذاعه بصوت عبد الوهاب. اللي هي النسخه اللي بنسمعها. ايوه، اللي هي بالعود. تمام. وليله 21 مارس بالليل بقى. يوم 21 مارس بالليل. كانت الفرقه جهزت وحفظت وفايزه احمد غنتها في الاذاعه. بس الفيديو بقى اتعمل بعد كده. التصوير بيحتاج الفيديو اكيد بعد كده. الكليب ده اخر. لا، كان اذاعه مش كانش تلفزيون. الكليب بقى بعد كده اللي هو المشهور ده. فده حدث يعني وليد اللحظه. ويملأه الصدق والاحساس والابداع في الكلام. وفي اللحن. فدي كانت يعني نبذه كده مختصره عن ست الحبايب. عما سمعنا انه حدث ليله ايه 21. دلوقتي بقى هنبتدي نشوف الموضوع. طيب نتكلم عن الاغنيه ومعاها بقى. هو طبعا
عبد الوهاب صاغها بداية في كرد في بيادئ العشيران كبداية اللي غناها في بصوته هو بيادئ العشيران. وبعدين لما عملها لفايزة أحمد أعتقد أنها عملتها بيادئ الدو. احنا هنقولها النهارده من بيات الري اللي هي مشهوره اللي هو بياتي اصل البياتي من على الدوكا من على الري على اساس كمان يعني الساده المشاهدين اللي بيتعلموا معانا ويتابعونا يعني يبقوا عارفين المقام الاساسي اللي هو البياتي الاساسي اللي هو من على الري ري نهواند على النوى. نعم. تمام؟ نشوف ده مدخل الأغنية كده مع بعض يا أستاذ محمد يلا. سولو قانون بيقول دو دو ري مي ري فا مي مي ري دو دو سي سي لا دو سو بس المي بمول مي بمول فوق عامل المي بمول دو ري مي يعني كأنه بيكمل نهواند النوى بالظبط كده أيوه. كأنه بيكمل نهواند النوى المزيكا رغم ان المقام بياتي المفروض يروح على الري لان بدايه الغنى من الدو بيقول ايه ست يعني لفظ ست على نغمه الدو ست في مقام البياتي زي ما سمعنا كده الجزء الاولاني على جنس الاصل طبيعي ما فيهوش اي حاجه وبعدين يعتبر برضه الجنس الاصلي ما جابش سيره الجنس الفرعي في حاجه يعني قفزه صعبه جدا في الغنى قفزه ايه تسعه ولا لا مش تسعه تسعه ايه تسعه مظبوط تسعه بس تسعه صغيره تسعه صغيره يعني عدى الاكتاف ونص تون بالظبط ونص تون اكتاف ونص تون بالظبط كده يا ربي يخليك صرفيش بقى مي مي بمول طبعا فوق ها مي دو سي ري سي لا دو سي لا صول صول ري مي فا فا مي صول فا مي فا مي ري فا مي ري صول فا صول فا مي ري وبعد كده بيقول ري دو سي دو سي دو ري
طيب نحلل الجزء ده من ناحيه من ناحيه التركيب زي ما طلب الطلب ايوه هي بس انت قلت لي المقدمه كانت ايوه هي بام 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 تتي في تتي تتي ايوه فتا دي اول الضلع الثالث ده كان نهايه السولو لكن في تيفي يعني تتي في تتي تتي في طفا ايوه بالظبط فدي الرد بقى اللي هو الريدو سي دو تيفي طفا تي ايوه بالظبط كده ده بالنسبه للدخول وبعدها تاني صح بس بيغير تي 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 صح بيغير طفا تي في طفا ايوه اتغير لطفا تي طيب ده بالنسبه للدخول الغنى المزيكا ري فا مي ري شوف 1 2 3 4 الشكل بقى ايه بام باب اللي تطي تطي يعني تطي تطي مربوطين بالرباط بالظبط كده فاول ضلعين اللي هو كروش وور كروش عايزين بام باب باب دي كده طافي طب بالظبط كده قولها تاني يا استاذ قولها تاني اول مره فا لا سول بدون بدون الحليه دي بدون الفاصول دي فا لا سول ركوز على النوع نعمل سول بلانش تام با تا يبقى تا وبعدين لا نوار وانتي ايوه تا بالظبط يعني نوار وانتي تام بام با بلانشي هو بلانش بالظبط كده نوار وانتي كروش بلانش ماشي بعدين اللي عايز يكتب يكتب اللحن اهو فرصه نكتب اللحن مع بعض نعم. اللي ما مش عايز يكتب صح اهو المايسترو بيعمل لنا اهو الايقاعات والاشكال يعني الايقاعيه يقدر يحط مفتاح سول طبعا والارماتوره بتاعتنا ويحط في الدليل سي بيمول سي بيمول والمي نص بيمول والمي نص بيمول والميزان 4 على 4 بالظبط كده لو حب يعني حد يكتب كده طيب احنا الغنى قلنا المزيكا قلنا ايه بام 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 تا 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 ماشي لا سول وصلنا لهنا ايوه وبعدين بيعيد نفس الشكل نعم نفس الشكل السيكونس ايوه على درجه ايه فا سول على الصوت فا سول سي لا سول سي ري دو هنلاقي نفس الايقاعات نفس الشكل حرفيا اشكال ايقاعيه تيبيكال بس متصوره على نغمات اخرى وده اللي بنسميه سيكونس ايوه يعني هما المزورتين دول اتكرروا مره تانية على نغمه فا يبدا من نغمه فا يبدا من الفا زي ما بدا من نغمه الدو وركز على الري هنا بيبدا من نغمه الفا بس مش هيركز على السول بقى هيركز فوق ايوه على الدو على الدو وقف على الدو اللي هي بيسموها عندكم الكردان الكردان ايوه اللي هو الوتر حد وتر ومنه بقى بالنسبه للخمس اوتار ايوه منه على طول من الكردان اللي واقف عليه ده هيطلع يعمل الجمله الجديده ايوه من اللي هي دوري مي ريفا مي ري لا دو دو سي سي لا مو في بقى دوري مي عشان في ناس قبل كده يعني ناس بعتوا لي الاغنيه دي مكتوبه دوري مي وعاملينها في اللافاري لكن في تيرا تيتا 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 يعني فهي الطفا تي في اون بيت ايوه بالظبط فدخول الطفا تي في نفسها يعني الطفا تي في بتضم نفسها من اول الدخول طفا تي في طفا تي في طفا تي في طفا تي في طا يلا طا طا نقول بقى محفوظة لتوع كمانجات اتفضل يعني الحتة كتيرة من عندي كل نغمتين يعني هي فامي الموتيف عاملة ازاي؟ فامي ميري ريدو يعني أيوة بالظبط يعني في نغمة بتتكرر مرتين بس الأولى مرتبطة بالثانية والأولى يعني النغمة أحدهما مرتبطة بدي ففي التقويس بقى الثانية مرتبطة بالأولى أيوة بالظبط الثانية يعني التطي أو تفتيفي لا هي يعني الفامي دي هتكون بداية الضلع التاني بالظبط يعني تيتا تيتا تارا 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 تفتيفي تفتيفي دي هتبقى تيرا 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 فامي ميري ميري ريدو كده أيوة. ماشي الأسلوب ده بيسموه سلير مش كده؟ التأويس في الأرشيفات التأويس وبحيث إنه يعمل نغمة ليجاتو ونغمة شبه استاكاتو هي مش يعني هو بيحذف بيحذف طيب وهيكرر بقى
هيكرر نفس الشكل الايقاع بالظبط سيكونس ثاني. هو احنا الاول كنا عملنا سيكونس صعيد لحني كامل. ايوه دلوقتي هيكرر نفس الفكره من على الصول. الصول وسينا نص برغم ان هو بدا في البدايه سي بي مول. ايوه خلي بالنا بقى احسن كده لازم نقول ان هو في البدايه استخدم سي بي مول. أيوة. في اللازمه دي اللي قلت لي ايه مين ايوه مستخدم سي نص. وخلي بالنا ان هو جوه شويه واحنا بنغني بقى هيقول سي بي كار. هيقول سي بي كار يعني استخدم ثلاثه سي بي ثلاثه سي سي بي مول وسي نص وسي بي كار وسي بي كار هتجينا لسه السي بي كار. طيب احنا وصلنا لدي خلاص اللي هي الميلو دوريتو سولو. دي تريو لتريو لتا تيتا تا 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 تام تريو لتريو لتا. بس تريو ليه ايه بقى؟ على 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 الدوبل. ايوه على كروش. ما هو الكروش اتقسم الى ثلاثه. ايوه تلا لا 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 ايوه بالظبط يعني كان الضلع فيه اثنين تريولي لان هو النوار لما يتقسم تريولي هيبقى ثلاثه كروش. لما كل كروش يتقسم كل واحد ثلاثه دوبل يعني ثلاث دوبلات ثلاث دوبلات ثلاث دوبلات وهكذا. ايوه ترارير ترارم فالترارا دي تريولي. ايوه طلع واحد نوار واحد بالظبط. النوار بتقسم اثنين يعني كروش يعني كل واحده منهم تريولي على الكروش. ايوه بالظبط كده. يلا وركز على الدو عشان يسلم الغنى. ركز على الدو عشان الغنى هيبدا من الدو. يعني تخيل لو كانت مثلا فاميلي مين الدوري اللي هو التسليم الطبيعي فاميلي مين الدوري وبعدين رق قايل ايه ست الهوى تحس ان فيها برضه حذف شويه للصوت لكن لما يريح دخول الصوت احسن. ست الهوى في نفس الوقت هي برضه فيها فنيه. هو مركز النغمه اللي هيبدا منها يعني هو بيسلمها فيها فنيه يعني حلوه. اتفضلي حضرتك غني من هنا ما تغني لان ممكن يقول من على البيت وما تنطش بالظبط. هو راجل بيريح لها الغنى بالظبط. طيب الغنى بقى ادي جملة بس هنا بقى الغنى مش معنى الضم اس بام 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 اس تي تات تي فالدخول من بعد الاس يعني بعد الضم اللي هي الري. طيب تحب ناخد المقطع ده؟ طيب هو في حد انا اقول لكم الجزء البطيء الجزء اللي هو المفروض ان هو سريع. نعم بيقول مفيش وصل للتواصل اونلاين تدريس حد بيسال واتساب. برضو بالمناسبه بتاعه النصيحه اللي انت اديتها لي النهارده دي بتاعه انا بدي كده كده اونلاين بس بيبقى ببرامج يا اما عن طريق زوم يا اما ماسنجر. لكن انت النهارده لفت نظري حته اللي هو عن طريق الواتساب. ده جميل جدا يعني هي بتريح المدرب وبتريح الدارس. طيب حضرتك برضه اشرح لهم الطريقه ازاي لان انا هنتهج نفس النهج بتاعك في التدريس. طيب اوكي في السريع كده. هو طبعا اغلب يعني في كتير جدا من متابعيني تابعوا معايا دروس خاصه عبر الواتساب. الموضوع ببساطه ان الدراسه على الواتساب عباره عن لينكات. يعني انا بجهز لينكات عندي لفيديوهات غير مدرجه للمشاهدين. نعم. فقط للي ابعت له اللينك. نعم. فالدرس من دول قبل ما بيجي يسجل عندي بطلب منه حاجتين. اول حاجه لو هو عزف بالفعل يبعت لي فيديو يشوف المستوى اشوف احدد مستواه يكرر المستوى واشوف نقاط الضعف وطرق العلاج بحيث يتعمل له برنامج خاص بيه يعالج طبعا لانه هو درس خاص. نعم. بيه هو فردا. نعم. لوحده. نعم. تاني حاجه بطلبها منه حتى لو هو عزفه اوكي بطلب منه ان هو يعمل لي احد التمارين اللي هبعتها له عن طريق لينك برضه. نعم. على اليوتيوب بيشوفه وبيقلده. نعم. ان هو بحيث ان هو يمشي مع الكليك المترونوم. نعم. على اساس ان الموضوع ما يبقاش لان في كتير جدا بيعزفوا حلو قوي تيجي قول له امشي مع ايقاع يخرب باظت الدنيا. وعلاجه بيبقى صعب جدا على فكره. يعني انا عندي حالات كتير جت وفشلت. وانا فشلت معاها لانها تتعدل ايقاعها. ليه؟ لانها بتعزف من زمان واعتادت الموضوع خلاص. لكن لو الموضوع في البدايه هيبقى سهل التعديل. زي الشجره بالظبط لو هي خضراء تقدر تجيبها يمين تجيبها شمال تقاومها. لكن لو يبست على كده
انسى الموضوع بيبقى صعب. طيب تمام. فدي تاني حاجه. الحاجه التانيه بقى واللي تهمني اللي اوصلها لكم، ان موضوع الدراسه اونلاين زي ما احنا دلوقتي كنا وجها لوجه بتعطل الدرس وبتعطل المدرس. نعم. ان هو يقعد من الساعه كذا للساعه كذا، وقد يكون الشبكه مش تمام، قد يكون عنده مشوار، قد يكون انا مش عندي حفله مشغول. نعم. قد يكون عندي تسجيل. نعم. الى اخره. فالدراسه التبادليه بالشكل ده على الواتساب افضل. يعني انا ببعت لحضرتك اللينك بتشوفه، وبعد ما بشرحه لك طبعا على الواتساب كتابه او فويس نوت، وايه واللينك قدامك بتشوفه تفهم الموضوع وتطبقه، وقبل ما تقعد تذاكر على تذاكره بتبعت لي نموذج احس اعرف ان انت صح. بعد ما اتاكد ان انت صح اقول لك اوكي اتمرن على كده، بتبدا تتمرن، وبعدين ترجع لي مثلا بعد يوم او بعد يوم ونص او بعد يومين على حسب تدريبك، وتبعت لي النتيجه اشوفه اوكي نبتدي المرحله اللي بعدها وهكذا. يعني المتابعه تقريبا بتبقى يومين او 3 ايام في الاسبوع. يومين او 3 ايام في الاسبوع. والكورس بيبقى مدته شهرين. في ناس كتير جدا من متابعين الحضرات من حضراتكم دلوقتي، واكيد قاعدين فاتحين لايف وسامعين، درسوا عندي نوتة ودلوقتي بيقروا كويس جدا الحمد لله ما شاء الله. بيقروا نعم. والموضوع كله شهرين اتنين. نعم. نوتة تأكيد وتدقيق على الايقاع اشكال ايقاعيه والرباط الزمني والسكتات، وننتقل الى قراءه النغمات، ودي اسهل مرحله. دي قراءه النغمات دي بتحتاج بس وقت في الممارسه مش اكتر من كده. لكن كونه يشوف الشكل الايقاعي ويعرف يأديه مع المترونوم هو ده الاساس. وبدايه دراسه معايا من البدايه من اول حرف مع المترونوم، بدون مترونوم لا يصح اي تدريب. نعم. دي ده باختصار كده عن موضوع الدراسه الاونلاين بالنسبه لي انا. تمام. نرجع لموضوعنا. وطبعا اي حاجه التليفونات انا بحطها على التليفون، بحط تليفوني على القناه، تواصلوا معايا على الواتساب. واللي حابب برضو لآلة الأورج أو البيانو يتواصل معايا، وأنا برضو هوصله للأستاذ محمد مفيش مشكلة، أنا بعت له رقمه مفيش مشكلة. نرجع بقى غنينا ست الحبايب. هم طلبوا الجزء السريع ده أعمله ببطء شوية عشان ده اللي هو الأصعب جزء فيه يعني. أيوة. دو ري مي ري المي بمول. دو ري مي ري فا. طبعا عشان اقول الري هنا يا جماعه انا قايل الري بالصباع الاول. ليه؟ لان انا حركت ايدي كلها نص طن قدام عشان اخد الوضع الثاني اهو. دو ري مي ري فا عشان اوصل للفا. مي مي ري ري دو دو سي سي لا لا صول، وبعدين ارجع صول فا لا. رجعت الوضع الاساسي اهو، فعملت الفا بالثالث عادي واللا بالثاني عادي بعد ما كانت اللا من شويه بالاول. يعني انا بعدل ايدي على حسب احتياجي للنغمات الحاده. لو عايز الفا باخد الوضع ده، لو عايز الصول بضطر ادخل جوه كمان الصول كده على حسب النغمه المطلوبه. على حسب النغمه المطلوبه بعدل انا ايدي. ماليش دعوه بقى بالقواعد ولا انا قواعد نفسي. المهم كفيت وصول. وانا قلت لهم هذا قبل كده في حلقه اصنع تمرينك بنفسك. نعم. انت كيف امورك، الريشه اللي تريحك العب بيها. طالما قالت الجمله بدون كسر يبقى انت كده صح. أيوة. انت مش محتاج حد يدرسك في ده. يعني انت تبرمج ريشتك زي انا كنت بعمل كده والله. تبرمج ريشتي على الحاجه اي نعم بتعب فيها شويه وكده بنذاكر بس بس لما حفظت شكل ريشتي على وضعها خلاص قلت الجمله زي الفل. واديتكم نموذج على في الحلقه اللي بتكلم عنها. المقطع الثاني بقى نفسه رجعت بقى للوضع الطبيعي، هيبقى صولا سي بمول صولا سي لا دو سي سي لا لا صول صول فا فا مي مي ري، وبعدين ري دو مي ري مي ري دو ري دو سي دو مي ري دو ري دو سي دو. طبعا ده ببطء، هي بتبقى اعملها تمرين لنفسك واقعد اتمرن. المي ري دو ري دو سي دو دي اقعد اتمرن عليها، وممكن تعملها كده مي ري دو ري دو سي دو تاخد الفيجر الايقاعي وتكرره بشكل مستمر، يطلع تمرين من اروع ما يكون. لان هيغير لك شكل ايدك. يعني مش بس يعني انت لو قلت ميري دوري دو ده شكل، لو قلت فاميري ميري دوري شكل اخر وترتيب اخر للاصابع وللريشه كمان، لانك انت
في المره دي كان معاك وتر مطلق، المره دي ما فيش وتر مطلق، المره الجايه في وتر مش عارف ايه، في صبع، في بصمه الى اخره. ده كنت في السلسله اللي كنا عاملين لها اللي بتاعت التاليف والتحليل، لما كنا بنقول ازاي تكتشف الفيجر اللي هو اصغر وحده عندي، انك تاخده زي ما تمرين، زي ما انت عملت كده تاخد التمرين واقوله هو ده، على كل السلم ده هو ده، ده هو ده يعني دي بذره الموضوع بالظبط، ان ياخد الفيجر الزبده بتاعه الموضوع ده تمرين خالص، يقول لك الزبده هي دي الزبده من الاخر يعني. طيب مغنينا وغنينا ودفعي بقى البياتي وجماله وفايزه ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي يا حنينه وكل لك طيبه والله انت الحنين انت الحنين والله يا امي وركز عليه. انا بغني لامي دلوقتي يا جماعه بقى سامحوني يعني نفسي اشوفها وهي لسه مكلماك من شويه يعني زدت الكل يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه يا حبيبه وحبيبه نفس اللازمه من الغنى تاني يلا في البياتي مفيش فيه حتى ما ركزش قوي على جنس الفرع غير في اللازمه يعني هو الفرع في اللازمه واظهره في الميمي مول بس اللي فوق اللي هو طبعا نهوند النوى طيب الغنى بقى بعدين هنا قفل على الري مش على الدو المره اللي فاتت كان على الدو عشان هتغني من الدو ست الح لكن الكوبليه بدايته من الري فقفل ريدو مي ريدو زمن زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ليالي ولسه برضو دلوقتي تحملي الهم بدالي هنا بقى في كلام واغلب الناس للاسف بيعزفوا المقطع ده غلط بيحطوا الفاديز في الاول بيحطوا الفاديز في الغنى علشان هي الفاديز بتتسمع في اللازمه فالودن بتتلخبط ايوه لكن عبد الوهاب قصدها ان هو يقول زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري لا فاديز فعادية من عمري ليالي طار يبان جمال اللازمه هنا بقى لما تيجي بعد الفابي كار الفاضي يسوي اللازمه يبان الجمال ولسه برضه دلوقتي تحملي الهم بدالي بس ده المقطع الحته دي عرفوا من السي ايه سي بكار طبعا احنا قلنا قبل قلنا هيستخدم السي بمول والسي السي نص بمول تحت ولما طلع فوق قال سي بي كار السي نص بمول اللي هي العراق تحت شوف الركوز برضه الحته دي ان هو بيغني ركوزاته كلها على السي بي كار يعني والسي والسول يعني
هو بيأكد عليها يعني. يعني بيأكد ان السي في غير مش رايحة كده بمرور. لا لا انا هقعد عليها شوية يعني انا قاعد عليها. ده مهمة دي. تاني الغنى. انا موت سهري ولا انا بات وتسهري نسيت. انا موت سهري. انا موت سهري. ما تتفكري. هيسيب بقى الايه السيبكار والسول ونقفز على طول ونشوف هيقول ايه تاني. طب انا اقول مركز الحته دي كده. بص هو طبعا ما جاش سنت الله ولا كده ناحيتها ما جاش ناحيتها طبعا بس مقاميا كده في تاتي تاتي كانه عشان سمعك صوت تحت حتى هو بيقول ايه وتسحرني للابد في ناس في ناس في العزف بيعملوا لا دي بيحطها وتسحرني من هي مش هي هو بياخدها جلس عموما ليه بقى ايوه ليه بقى عشان كانه بيعمل شوري اللي هو كان كانه كده ايوه تمام كانه عايز يعمل شوري كانه ما بعدش بره المقام يعني أيه. يعني السي في كار دي هي جديده لكن مش بره هي من مشتقات لا مشتقات البياتي أيه طبعا مشتقات البياتي فكانه بيقول كارجرا كانه عامل حجاز نعم. على النوى أيه. بس ما جابش سيره الله خالص يعني نعم. يعني ما نعم. يعني ما دسش عليها خالص بالظبط كده وبعدين وتصحي من الادمان وتيجي تشقري يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة مرات بيقول ريدو ريدو زي ريدو زي ريدو زي ري يعني هو قالها فعلا في كوبليه وفي كوبليه اللي بعده ما قالهاش دخل على على الجملة السريعة على طول ليه بعد كده بيقول ايه بقى لو عشت طول عمري اوفي تعيش جميله يا حبيبتي يا امي مش قبل قبل ده الكوبليه اللي فات ده بس عايزين نقول حته الوقفه اللي مقصوده فيها ترقب دي زمان اتفضل والوقفه دي محسوبه يعني 1 2 ايوه ايوه زمنيه اس اس زمان سهرتي ففي سكوت صح وهو عبد الوهاب والسكوت ده ما جابوش غير ايه مره واحده مع كلمه زمان عشان ما يكررهاش فرصه السكوت ده خد فرصه يفتكر زمان نفكر في زمان وليالي زمان ايوه فكلمه زمان عجبني حته الوقفه يعني ما كان يقدر يقول زمان سهرتي من اولها عادي لكن وماشية. زمان ايوه بقى الذاكره هنا بتاع زمان دي هتفتكر افتكر زمان سهرتي ولعبتي ايوه يعني عليك يا فكهاني لو عشت طول عمري اوفي جمايلي الغالي علي الغالي علي الغالي علي اجيب منين عمري يكفي ولاقي في الاغلى يا ربي خليك
عاد بقوله من جوه من من الشمخ الجواني زي ما بيقولوا. بيدعي من قلبه ان امه ربنا يخليها له يعني. ربنا يخلينا امهاتنا جميعا اللهم ويرحم اموات امهات المسلمين جميعا يا رب يا رب. تعيش ليا يا حبيبتي يا امي ودوم رضاك ده انا روحي من روحي انت وعايش من سر دعاك عليكم. تحية أخي الكريم، نشكرك نيابة عن كل الأمهات، تحياتي للجميع المتابعين والأستاذ ماتريج بيقول مجهود عظيم وفن راقي يذكرني بالعبقري المذكور عمار الشريعي رحمة الله عليه برنامج غواص صباح النعم، أتمنى التطرق للتوزيع الموسيقي أيضا. حاضر إن شاء الله نبقى نعمل لهم حلقة أستاذ محمد عن نشوف نموذج كده شرقي خفيف. نعم. وممكن حضرتك توزعه برضو ولا وفي نماذج متوزعه نتكلم بعد يعني. ممكن نجيب اعمال من اندريا رايدر احنا ممكن نعمل لكم ورشه لايف كمان في التوزيع يعني ممكن نختار لحن زي الحلوه دي قامت تعجن في الفجريه على سبيل المثال ونقعد مع بعض كده انا والاستاذ محمد ورشه عمل لايف ونقول لكم ازاي نعمل له لحن كونتر بوينت وازاي نعمل له هارموني. هتبقى حلقه روعه ان شاء الله. يعني احنا باختصار كده عايزين نسعدكم باي شكل. ربنا يسعدك يا استاذ. ده باختصار شديد واتمنى ما نكونش تقال عليكم، طولنا شويه معلش، والاستاذ محمد فصل مني شويه عشان زعل على مامتي والله يرحمها ويحسن اليها. ومامتي انا كمان على فكره مامته كانت مامتي انا كمان، احنا متربيين سوا يعني من الطفوله رحمه الله عليها. ف يعني اتمنى نكون ما كناش تقال عليكم وان شاء الله قريبا جدا هنعمل لكم برضو لايف تاني بس هناخد كام حلقه الاول كده. نعم. احنا اللي جاي ايه يا استاذ محمد بكره او الحلقه الجايه خفيفه بقى احنا طيب ناخد حاجه بقى كوميديه شويه، ايه رايك؟ عزيز عثمان وبطل اوضه واسمعوده ايوه والغراب والغراب يا وقع سوده جوزوه ايه احلى يا ماما. نعم بس انا بقى ليا عليك على بطل اوضه واسمعوا ده. بطلوا ده مقصود بيها كل ما هو وحش ومهرجانات ومهرجانات وكل بطلوا ده. أيوة. بطلوا ده واسمعوا ده ان شاء الله. يعني بطلوا المهرجانات والعك. نعم. واسمعوا ده. في صباح على خير اخر الحلقه نتمنى تكونوا استمتعتوا معانا مع الاستاذ شريف، وبرده ما تنسوش كالعاده الاشتراك في قناه الاستاذ شريف، قناة افتكاسات الفنون، وقناة مايسترو محمد الفكياني، وأول ميوزيكال سكيلز للي عايز يتطرق لمقامات غير معقولة قبل كده. ونشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية على خير بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.